ديري لاباس عليكم، كلشي بخير. اليوم غنصوب معكم هاد المسمن هذا. واول حاجه كان شكر البنات اللي كيشجعوني، وما تنساوش ليا لي لايك ولي كومونتير الزوينين اللي ديما كيشجعوني. اليوم غنصوب معكم هاد المسمن هذا اللي ضفت فيه واحد المكون اللي انا صراحه ديما كنديرو في المسمن، كيعجبني خصوصا انا كيعجبني الكوك ودرتو في المسمن. انتم نوريكم كيف كيجي المسمن. هانتوما قطعة كاملة، هانتوما كتشوفوه مورق. هاو كيف كتشوفوه، كيجي فيه تنسمات ديال الكوك رائعة بزاف، وكيجي لذيذ. هو البنات كيف كما كتشوفوا مورق. وكنتمنى الطريقه اللي درتنا الاعجاب ديالكم وجربوه. ودابا ندوزو للطريقه والمقادير ديال العجينه اللي درت. العجينه ديال المسمن عندي هنا نص كيلو ديال دقيق الحرش الاصفر، وعندي هنايا نصف ديال الفينو ديال الفورس عفوا، وعندي هنايا معلقه ديال الملح. صافي غنبدا نعجن. ندير الماء يكون غير ما يكونش دافئ بزاف، يكون غير حيت منه غير ديك البروده، ما يكونش بارد بزاف وصافي. كان عليا ندوب المحايه الاولى ولكن معليش. المهم البنات نستمر العجينة. راكم عارفين كيف كتعجن ديال المسمن، ما تكونش قاسحة بزاف وما تكونش مطلوقة بزاف. نبقى نضيف الماء الجهد الكافي اللي يكفيني. صافي وندلك العجينه. من بعد نوريكم كيف كتجي. كلشي كيعرف العجينه ديال المسمن. ودابا هذه هي العجينه من بعد ما دلكتها مزيان. دابا غندهنها بشويه ديال الزيت ونخليها ترتاح. صافي دابا نخليها ترتاح واحد نص ساعة ونخدم بها. دابا من بعد ما ارتاحت العجينة، هاي العجينة ديال المسمن كيف كتجي. هي مادي مازال ما كورتهاش، وها العجينة ديال المسمن كورتها ثلاثة كويرات. ودابا غنستعمل اول حاجه الزيت. راكم عارفين اول حاجه كتستعمل في المسمن هي الزيت. وعندي هنايا دقيق ديال الفينو الحرش اللي غنرش به في الوسط. وعندي هنا الزبده لينه بحراره المطبخ. وعندي هنايا الكوك. صراحة المسمن كيجي بهاد النكهة ديال الكوك رائعة جدا. اول حاجة غنبسط واحد العجينة واحد الكويرة ديال المسمنة.
سرحة مزيان تتولي رقيقة. هو واخا تقطع معليش، ودابا غندير الزبدة من في الوسط، نسرحها غندير شوية ديال دقيق الحرش ومن بعد غندير الكوك، نرش الكوك صافي، ونطوي المسمنة على شكل مربعة هاي البنات. نستمروا بهذه الطريقة هذه حتى كنكملهم. دابا غادي نحيدها جانبا نديرها في شي بلاطه، نوريكم واحده اخرى. صراحة البنات هاد الكوك اللي كنديرو في الوسط ديال المسمن كتجي فيه واحد النكهة رائعة، جربوها البنات وغادي يعجبكم أكيد. دابا غندير الزبدة وشوية ونرش شوية ديال الدقيق، هدا الحرش، وغندير عاود الكوك نطويها، ندير الكوك عاود تاني هنايا البنات، ونستمر على الطريقه هذه حتى نكملهم. ودابا نكملهم وعاد نمشي نطيبهم. ودابا هذا هو المسمن بعد ما درتو على شكل مربعات، دابا غنطيبو. دابا كنستمر في الطياب، ها هو بدا كيتنفخ. هاي المدخلات دابا غنقلبها صافي، تقعد ديك تبع تاني ديك الجهة الأخرى نحيدها.